هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعي برنامج جوك بهالحلقة الخاصة اليوم للمرأة العالمية، وأكيد معنا ضيوف يعني أكيد كانوا مميزين جدا، رح نختمها أكيد بضيفة مميزة جدا أيضا. وطبعا هي درست رياضة وانتقلت أيضا لتخصص الثاني وهو الإعلام، وهي معروفة جدا في نشرات الجوية على قناة رؤيا. زميلتنا مريان أرزاخي، سعد صباحك مريان. صباحك ورد سالي، كل عام وانت بخير. كل سنة وانت سالمة يا رب، وكل عام وانت بألف خير، وجميع نساء الأرض بألف خير بهاليوم الخاص والمميز. أكيد مريان، بداية أنا لما عرفت عنك شوي، أكيد أنت يعني غنية عن التعريف ما شاء الله عليك، يعني حبيبتي ثانك يو. نشرات جوية على قناة معروفة جدا وهي قناة رؤيا. مريان، إحنا ذكرت بالبداية إنه أنت درستي تخصص رياضة وانتقلتي بعدها لدراسة تخصص الإعلام، طب كيف درستي تخصصين وليش انتقلتي من الرياضة للإعلام وعم تشتغلي بالمجالين؟ عم بشتغل يس. هلأ من أنا صغيرة كنت بدي أدرس يا إعلام يا رياضة، فلما طلع لي رياضة قلت بكمل ماجستير. درست رياضة واشتغلت في رياضة كمست رياضة، فبعدين قررت وأنا بشتغل مست رياضة إني أكمل ماجستير إعلام، وبلشت في الإعلام، درست ماجستير إعلام وبلشت بداية كنشرة جوية ب 2014 بالتلفزيون الأردني. طبعاً بعدين ب 2018 نقلت على قناة رؤيا ولهلأ معهم برضو نشرة جوية، بس كمان تنتين إكسبيرينس مختلفين تماماً. يعني كانوا تجربتين، لأنه مثلاً التلفزيون الأردني كان عبارة عن كروما وإنه وفيديو وول وكان تسجيل، أما رؤية مباشر، فكتير تجربتين مختلفتين يعني. صح، بفرق كلياً لما يكون إشي مسجل على ما يكون لايف أريح. يعني أنا مرأة بالتجربة اللي بدك تحكي كان تسجيل، فبتحس إنه معي مجال أغلط وأقول عين، معي مجال أغلط وأقول عين. هاي مش حلوة، إنه ابدا مش حلوه تغلطي وتعيدي، لا بتصيري انك المباشر انه خلص انك ممنوع تغلطي، فبتصيري عندك ثقه اكثر انه انت خلص لازم تجيبي الصح، او حتى لو غلطتي بدك تبدلي غلطك بانه خلص مشيها. وكمان بده يكون عندك رده فعل مليون انه لو غلطتي ايش تعملي بنفس اللحظه يعني، وهي كثير شعور حلو عشان الواحد يكون عنده خبره ايش يعمل. طيب انت مريان شو بتحسي اقرب لقلبك، مجال الرياضه ولا الاعلام؟ وممكن يكون الاثنين مع بعض. لا التنين بالانس يعني، احنا يعني ما بشتغني عن اشي، حتى انت تعرفي شو لو بدي يعني لو بدي افوت باشي بالتلفزيون ثاني مثلا البرامج، وانا اشتغلت من قبل برامج، بضل نشرة جوية يعني ما بستغني عن النشرة، يعني بعمل مثلا برنامج جنب النشرة، عرفتي يعني نشرة اول بعدين اي اشي ثاني. تمام، شوفي احنا هلا تحت الهواء كنا بنحكي انا وياك بانه كثير ناس بيسالوا، مثلا سالتيني انه قديش طالب الاعلام، قلت لك انه انا بالاساس ما كان يعني تخصصي او اتجاهي كان اعلامي، بس انا فيما بعد بعد سنين يعني لقيت حالي انه انا حابه الاعلام والحمد لله يعني ماشي بالموضوع، وعندي اكيد طبعا شغل ثاني هوايات ثانيه. كثير ناس بتسالني كيف بتلحقي، وسالتك كيف بتلحقي وسالتيني كيف بتلحقي. اكيد استدرت الحلقه بنقول انه المراه ممكن تلحق على بيتها وعلى شغلها وعلى العلاقات الاجتماعية وعلى كتير قصص، ممكن تشتغل 24 ساعة وما تقول ايش تعبان. احنا لازمنا 48 ساعة مش 24، لازمنا 48 ساعة بالنهار يعني. بس هو دائما تساؤل الناس سالي انه انتوا كيف تلحقوا، طب شغلين، طب ما عندكم حياة اجتماعية، طب ما بتطلعوا ما بتشوفوا اهلكم، بس الحمد لله الواحد ما دام منظم اموره يعني بمشي بالشغل وبالحياه. نعم انا لك اكيد بعرف انه يعني ممكن وحده قد ما كان وقتها دي انه ممكن تلحق على كثير اشياء بالنهار، ولو كان في عندها مثلا شغل خاص ممكن تلحق كمان على اشياء ثانيه كثير هي حابه
تفرجيها وتطلعها وتشتغل فيها. هلا انا احنا عارفين احنا كيف بنلحق، بس انت لو تحكي للناس انت كيف بتلحق مثلا على الثقافه. يس اكيد اكيد 100%. بتعرفي حتى احنا بنكون نشتغل شغلين وبندور على الثالث، انه لانه كثير بنكون نحب اشياء، فبنا خلص كل شيء نشتغل عشان بنحبه وبنكون مليان. قولي لنا انت بعد مثلا بعد نشاطك الشغلية الصبح مع رؤيا او حسب هلا انا ما صار بطلع. يس نعم. هلا كيف انت بعدها مثلا بتمارسي هوايات ثانيه مثل الرياضه؟ انت عندك شغل ولا شغلك خاص كل يوم؟ لا انا مست رياضه بالاساس، وبالمساء بيكون عندي نشاط جوية. يس تمام اوكي. طيب شو اللي خلاك تنتقلي على الاعلام؟ حكيت لك سالي انه انا صغيره بدي كنت ادرس اعلام او رياضه، فلما طلع لي رياضه كملت اعلام، فما حبيت انه انا بس خلص فوكس الرياضه بس انه اكمل اعلام كمان، فحبيت التنين مع بعض وحسيت انه بقدر اعمل بالانس بينهم، يعني بقدر اكون بالتنين محتوى. يعني زمان مثلا اول ما بلشنا الشجرويه سالي، طبعا كان اكيد اول إشي بالحياه بيكون انه خايفين، فكان انه بس بدي شكلي ظابط وانه عرفتي كيف ولبسي ظابط وهيك. بس طبعا هلا يعني بطلعش نشره صراحه، سبيشلي اذا كان معي استضافه او كان معي حدا يعني بالاستوديو، بيكون كتير صعب، بيكون ريسك انه بدك تعملي ريسيرش كتير عالي عشان ما تغلطي، لانه بتحسي لازم يكون كتير محضره للموضوع. والرياضة برضو بحب إنه هلأ بفترة الكورونا كمان عشان قطع بطل فيه تدريس أونلاين، ورياضة بطلوا كتير يعملوا اهتمام فيها كامل، فصرت أحب أعمل إلي محتوى خاص إلي اللي هو جامبينج جروب. حسيت كتير في دعم من الناس، وإنه وهلأ لأنه كورونا بتحسي كل حدا قاعد، فلازم نشجع قديش رياضة، إنه خلص كل حدا قاعد ما بده يقوم وكسل وهيك، فبحب انه انا كيف عم بربط بالمجالين. طب اكيد انت يعني كمذيعه نشاط جويه، يعني احنا اكيد بالاعلام كثير بتصير في تحديات، وبصير كثير يعني ناس بتحاول تشدك لتحت وناس بتحاول انه تحبطك لحتى انت تتنقلي عن هذه المهنه. خلينا نقول كيف واجهتي هاي التحديات انت بمسيرتك؟ هلا سالي ما في باي شيء بالعالم ما في شيء بيجي بالساهل، طبعا اكيد انت بتعرفي يعني هالشيء بما انك كنتي وما زلتي بمجال الاعلام. في كثير ناس بمر عليكي بحبطك، يعني بنتقدك النقد اللي انت عن جد مش عامله شيء، بتكوني بس نقد سلبي مش بناء. طبعا كلنا بنتقبل النقد البناء، كثير في بيكون تحديات وسلبيات، يعني خلص هيك بتيجي فترة انك بدك توقفي عن الاشي اللي عم تعملي، بس بالعكس لازم نعيش كل اشي عشان الاشياء اللي بتصير معنا الصعوبات هي اللي بنحس فيها حلاوتها كيف بس نوصل، عرفتي كيف؟ وبآمن سالي انه بيوم من الايام في موقف بصير معك بحياتك او شخص ممكن يجي بحياتك يعملك انك كتير يقدر انت ايش عم تعملي ويكون براود فيكي، هذا إشي كتير بدعمك. صح، خصوصا لما بتحسي انه انت وصلتي لمرحلة مش قادرة تكملي، مش قادرة تسمعي تعليقات الناس السلبية، مش قادرة تسمعي كمية فيه بيكون يمكن كلمات جارحة بتوصلك عن جد، يعني حتى انت تزيحي عن الطريق اللي انت عم تمشي فيه، عليه انت بطريق كتير حلو وطريق ما فيه ولا اي شيء غلط. بالعكس يعني اولا هذا يعني اي حدا بيعمل اي شغل بالعالم بالنسبة لي يعني هذا طموح لبني آدم، خليه هو بأي بني آدم يعني حاسس عنده طموح، عنده فكرة حابب يعني يفرجيها للعالم، يعني ليش لا؟ بالعكس، بس أكيد في دائما أشخاص سلبيين بحياتنا، يعني لازم تكون المرأة وحتى الرجل يعني أقوى بكثير من حكي الناس ومن الظروف اللي حولنا. مليان سؤال أو مليان سؤال، السؤال إنه إيش في عندك كمان هوايات الرياضة والإعلام؟ إيش في إشي ممكن تحبي انك تعمليها بجانب هدول التخصص؟ يعني هلا حكينا الرياضه بشكل عام بما انه انا درست دراسه، بس بحب اقرا كثير صراحه، بحب كثير اعمل ريسيرش عن اشياء اقرا، وبحب إشي ما حدا بيعرف عني يمكن الرسم. يعني مش رسامه بس انه بحب ارسم. حلو كثير، يعني ترسمي يعني ممكن مثلا أخبرك. اشخاص أخبرك. لا وحدي ام لا يرسم بالفحم او يرسم بالالوان، بالاكريليك عادي مثلا شمس غيوم زي هيك بتعرفي بس البيسك يعني. يعني قلت لو حضرتي لنا صور فراح كان انه يعني انا واحده بس كثير بحب الفن ببعث لك واحده برايفت عشان لساتني مبتدئه.
طيب مليانة أنت كمذيعة نشرة جمعية، لا كثير في بنات نساء حواليك، يعني أشخاص حابين يكونوا محلك ويكون عندها القوة، كيف عندها الشخصية القوية توقف قدام كاميرا بقناة كبيرة زي قناة رؤية مثلا، توقف بكل ثقة وتحكي؟ يعني ممكن تلاقي في بنات حابين بس خايفين، يعني حابين بس المجتمع يمكن بفرض عليهم عادات وتقاليد خلص يعني هم مقتنعين فيها. شو انت نصيحتك وشو كنت بتوجهيها لاي مرأة حابة تكون محل مليان بيوم من الايام؟ أول إشي سالي، لازم الواحد لما بده يعمل إشي بغض النظر عن نشرة جوية أو نشرة جوية أو مذيع بشكل عام، لازم يحب الإشي عشان يتقنه أو يبدع فيه، ويكون عنده شخصية لحاله غير شخصية الكل. يعني مش مثلا إذا فلان عمل هيك أنا لازم أعمل هيك، لازم يكون عندي شخصية بكل إشي أنا بدي أعمله. لازم يكون عندي أهم إشي سالي المحتوى، إنه أنا ما بس بدي أطلع على الشاشة زي ما قلت لك، إنه أنا أهتم بس بشكلي أو بلبستي أو بهاي، أكيد لازم أهتم، بس بجانب هيك لازم يكون عندي محتوى عشان أقدر أوصله للناس. ولازم يجربوا، ما يحطوا عقبات بطريقهم إنه أنا ما بدي أطلع عشان بكرة رح يصير علي تعليق من كذا كذا. لازم لا نحط كل إشي على جنب، لأنه ما في إشي نوصله بالساهل. وزي ما حكيت لك سارين قبل، انه الا ما يجي يوم يصير الواحد معاه شيء كثير يعني يعمل له بوش انه يصير كثير مرتاح ومبسوط به الا ايش وصل. يعني يعني اكيد احنا نحكي الثقه، قوه الشخصيه، اكيد اكيد القناعه من جوا بشيء انت حابه تعمليه، وهدول بكفوا لانه المراه تكون ناجحه وتكون طموحه وتحقق طموحها واحلامها. اكيد هي المراه سالي لازم يكون عندها طاقه، لازم تعمل هي قصه لحالها، هي تبني قصة لحالها، لأنه يعني المرأة إشي كتير كبير. وما إحنا عم نحكي عن يوم المرأة العالمي سالي، لازم يعطونا إجازات بهاليوم. والله في ناس بياخذوا إجازات على منهم أظن روسيا واحدة من ضمن في روسيا وفي الصين وفي في أكثر من دولة بيعطوا إجازات، وفي اسمعي وفي دول مثل صربيا مثلا بيخلوا، أو يعني مش بيخلوا، إنه بيكون بالنسبة للرجل إنه بيجيب هدايا صغيرة أو ورد. فشو رأيك سالي بالموضوع؟ جبتنا بروسيا أو بالصين أو بهالدول اللي بتمنح المرأة، يعني إحنا لازم ناخذ هدايا كل يوم صراحة لأي ست بالعالم. يعني إحنا يا بدنا إجازة يا بدنا ورد أو هدايا صغيرة، يعني هم يعني هلا نبعث مسج لتلفزيون رؤية ولا أنا ببعث لطقس العرب صراحة ببعثه لذهب مثلا، مش غلط يعني. مليان، كلمة أخيرة حابة توجهها للمرأة. أول إشي بدي أحكي كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله أكيد كل واحدة نفسها إشي تعمله تحققه وما توقف ولا عند أي عقبة بتصير بحياتها، لأني زي ما قلت من قبل وبرجع بقول إنه رح يجي اليوم اللي تحققي اللي بدك إياه بعد ألف صعوبة أو بعد ألف عقبة كانت بطريقك، وفي موقف رح يساعدك انك تكملي، ورح يكونوا الناس او شخص براود فيكي بكل شيء عم تعمليه ورح يدعمك وبس. كل عام وانتم بخير. سهلي تعرفي كلياتنا اكيد مرقنا بحياتنا بعقبات، خلينا نحكي ومطبات، انه في ناس حاولوا يحبطونا، ويعني ات سام بوينت او يعني بلحظه ما كنا احنا بدنا خلص نتنحى زي ما بحكوا جانب على الموضوع، ما بدنا نكمل فيه، بس في إشي من جوا صوت أو في شخص ممكن يكون بحياتنا سواء قريب أو أشخاص بحبونا بيدعمونا بيخلونا سالي. يعني إحنا كمان نركز على نقطة، لا إحنا بنتقبل النقد بس يكون النقد البناء، مش النقد السلبي اللي بس بده يحبطنا، لأنه أكثر نحكي أكثر الناس اللي حولينا أو أكثر الأشخاص بيكونوا بس بدهم ينتقدوا عشان يعني يحبطوكي، وهذا الشخص الإشي مش صح. قد ما كانت المرأة ناجحة بمجتمعها رح تضلها، لأنه دائما أنا بقناعتي المرأة الناجحة دائما وأبدا رح تنتقد أكثر من المرأة اللي بلاش تحكي مرأة مش عاملة شيء بحياتها، لأنه ما في مرأة ما بتعمل شيء بحياتها، بكفي بيتها، بكفي أطفالها، بكفي زوجها، بكفي أي شيء بتمرق فيه. ولكن إحنا دائما وأبدا بنقول للمرأة خليكي قوية أو أكيد يعني طموحة. وإحنا بنتشكرك مريان على حضورك معنا، على شكرك يعني واضح من شخصيتك قديش انت مرقتي باشياء، ولكن كلها يعني تحديتيها
يعني خلاكي بهالشخصية القوية اللي انت فيها هلا. ذكرتيني سالي بهاي النقطة لازم احكيها. بحكي انه الناس كيف دائما بتطلع، او احنا حتى بس نطلع على السوشيال ميديا، كيف بنطلع على حياة الواحد من برا، انه مثلا هلا بشوفوا ممكن سالي مثلا بطقس العرب، وبشوفوا كيف سالي على السوشيال ميديا، بشوفوا مريان كيف بالنشرة، ما بيعرفوا انه احنا بالاخر عن جد عنا حياة زي الناس التانيين. يعني احنا عن جد بنتضايق اذا اجانا كومنت مش منيح، او انه يعني عنا حياة تانية مش انه بس انه احنا السوشيال ميديا عادي. يعني عرفتي صح. وعلى فكرة الكومنتس اللي بتيجي انا بطلت اشوف، بطلت اقرا المد يا بطل. بتضايق انا احنا، بتضايق الناس اللي بحبونا اللي حوالينا، كثير بتضايق الناس اللي حوالينا بيأهلوا علينا احنا. على كل حال هذا موضوع ثاني يعني. وسالي كمان يعني الناس بتفكر انه ممكن كثير انا بيجيني كومنت انه على الناس بتعرفني مثلا على النشره الجويه انه اوف شو جامده او شو هاي، ما بيعرفوا شو الشخصيه الحقيقيه. عرفتي؟ فدايما ما نحكم على ناس من النظره الاولى او من السوشيال ميديا. ممكن صح 100%. مريان انا اقول لك كل عام وانت بالف خير، واكيد اي حد حواليك، والدتك، اخواتك، يعني اقربائك واصدقائك كلهم ان شاء الله بالف خير، وان شاء الله نتمنى لك المزيد من النجاح ويعني استمرار في مسيرتك الاعلاميه، واكيد يعني اتمنى لك كل التوفيق. حبيبتي سالي ثانك يو، كل عام وانت بالف خير، وبدي احكي ثانك يو لاريج وكل عام وهي بخير، غلبناها اليوم وثانك يو. شكرا لك وان شاء الله بكمل نهارك على الف خير مريم. شكرا ثانك يو سو ماتش. شكرا ثانك يو. هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال.